السلام عليكم، وياكم إبراهيم عبد الصمد من تقنية دبي. اسم فريقنا عيال زايد. دشينا المسابقة عشان نثبت أن المواطنين عندهم الإمكانية أن يسابقون ويا باقي الفرق. في فرق من كل أماكن الدولة، من أمريكا، من أستراليا، وأكثر من مكان. فنبغى نثبت أن نحن عندنا القدرة أن ننافس، وأن بعد عشان مستقبل باهر، لأن هذه رؤية دولتنا الحبيبة